وضحى الكاميرا تحيدات خاصهم يجيو يشوفوا داك الكعب اش كيوقع فيه اشنو كيطرى. اوازيت الصحه كنطالب منك تجي تشوفني لهداك السبيطار. السلام عليكم، انا خديجه. ما بغيش نبين راسي تفاديا للمشاكل العائله ديالي باش ما نوقعوش في شي مشكل، بغيت ناخذ حقي قانوني. التجأت للمحكمه باش تاخذ لي حقي. انا خدامه في السبيطار مولاي عبد الله مده عامين وشي حاجه قبل ما يجي كوفيد، وانا خدامه تماك. واحد الشيف ديالنا ديال عامله النظافه مقسمنا ثلاثه الوحدات في الصباح ووحدات في العشيه ووحدات في الليل. انا كنت في العيالات اللي كيخدموا مع الجوج. العيالات السيده اللي في الصباح كتهود كتاخذ البرودوي، يعني انا ملي غنجي في العشيه علقى البرودوي كاين، كنطلع للبلوك نخدم. مني كنطلع كيعيط ليا كنلقاه ما باغيني والو، يعني ما باغيني حتى شي حاجه. مني كندخل تيقول لي دخلي، مني كندخل كيقول لي جلسي، كنصحابو باغيني شي حاجه على الخدمه كنلقاه ما باغيني والو، كيقول شي هضره اللي غير لائقه. وليدو سابقاه كيبغي ما عرفت فين يحطها، مني كتحيدي ليه ليدو تيقول لك انت قبيحه، حيت انا بغيت نحيد يدي. دائما انا كنتفاداه وكنحاول نتفاداه باش نبقى انا خدامه، حيت خدامه على وليدي مطلقه به خدامه عليه. انا ما كون بغيت الرديله راه كاينه الرديله سهله، ولكن الحلال صعيب. انا جيت ندير الحلال هو كيدير ليا العراقيل، راه حشومه علي. وهذا الشيء راه ماشي غير معايا انا، مع بزاف، ولكن ما بغاوش يجيو يشهدوا معايا. ومن هنا كنقول لهم السكوت عن الحق شيطان اخرس، حيت شحال من وحده مضره وساكته. ملي كانوا كيتشكاو كيقول لك كيدير لنا وكيدير لنا، ملي جينا الواقع حتى وحده كلها خايفه على راسها، حيتاش المسؤول الكبير ديال المستشفى تدخل في هذا الشيء. سينا السيدات عارضه باش كلهم يمشيو للمحكمه يشهدوا معاه، كلهم يشهدوا معاه. علاش؟ حيت الشاف الكبير المسؤول الكبير ديال المستشفى واقف معاه، واقف معاه في الرديله. باغي تخلي الفساد تماك، خاصك تجي وتسولني انا وتعرف اشنو كاين، اشنو كيدير داك السيد في داك لاكاب، في داك البيت اللي عاطيه، كيستف العيالات بحال هكايا وكيفطر معاهم وكينفخ عليهم السبسي. وعادي وكيهضر على امور الشخصيه، شي امور الشخصيه كيهضر عليها وكيهضر معاهم في كلام فاحش وكيضحكوا. عجبهم الحال، وكاين اللي ما عجبهاش الحال، وكاينين اللي كيوقفوا عند حد ورا شحال مادة من وحده ما عجبهاش الحال جرى عليها. اللي معاه في الصف راه كاينه ابار دوك العيالات القدام، هذوك عادي، هذوك ما كيقربش ليهم. هذوك العيالات الكبار القدام هذوك ما هذوك، انا كنهضر على اللي داخلين جداد واللي معايا. اللي باقين راه كلهم اللي معاه في الخط راها معاه. اما انا قبل من هذوك اللي دخلهم في الكونجي، يعني غيدوز بيه الكونجي يمشيو، هما بقاو انا جرى عليا. علاش؟ حيت ماشي معاه في الخط. كيفاجئني واحد النهار كيعيط لي في التليفون تيقول لي فلانه جي مع الجوج ديريكت عندي في لاكاب، مسميه بيرو، هو فيه غير مواد التنظيف. ملي مشيت لقيتو السيد ما باغيني والو. ملي دخلت نفس المشكل اللي كنت انا دائما كنعاني معاه كنحاول نتفاداه. ما بغيتش نبقى نكرر في هذا الكلام حيت كيضرني وكيهين في الكرامه. كنبقى نتفاداه. واحد النهار قال لي شوفي ديري لي داكشي اللي بغيت انت تحكمي في هاد العيالات. علاش؟ حيت هو ما عندوش المسؤول اللي حكمو، يعني داير ما باغي. مني دخلت لقيتو ما باغي والو. بحال هكا قال لي ديري معايا الرديله في هذاك البيت في القبو، بحال هكا. من رفضت ليه قال لي انا غير نجري عليك، انت دائما كترفضيني. ومن هاد المنبر كنقول ليه عندك بناتك وعندك مرتك، وانت عارف ومتاكد انك اشنو كنتي كتقول لي واشنو كدير، والبلاء اللي فيك والبلاء اللي كدير. انت واثق من نفسك وعارف شنو كدير، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ما غنسكتش على حقي، الا ما خديتش حقي هنا غناخذه في الاخره، حيت ربي كبير. ملي قلت لي لا، قال لي انا غادي نجري عليك بحال هكايا. مشيت عادي كنقول السيد راه غادي يأنبو ضميره ويقول حشومه، السيده راه ما دارت ليا والو، ما كاينلاش غادي نجري عليها حيت ما دارت حتى شي حاجه. خدمتي كنديرها، ما عنديش شي مشكل مع الناس ديال الخدمه باش نقول لك. هذه ملي كنا في المحكمه حط شي كذوب، لا اله الا الله، لا داعي لذاك الاسماء اللي قال لك اش قال واش قال، داكشي كله كذب في كذب. مشيت في
في الاخر ديال شهر 12 هذا اللي فات بالتنين قال لي جيبي تني جيبي الطابليه غادي نوقفوا. قلت لي علاش؟ قال لي غنوقف. قلت لي عطيني مبرر علاش. انا ما دايره والو، علاش تجري عليا؟ انا ما دايره والو. قال لي سيري وفكري في داكشي اللي درتي. انا ما دايره، انا ما باغاش ندير راديله، انا جايه نخدم بالحلال، انا جايه نخدم بالحلال، ما باغاش الراديله. الناس ديال الراديله راه باينين، واللي باغيين يخدموا الحلال خدمة الحلال. كنا خدامين بألف درهم ولينا خدامين بألف وخمسمية درهم. هذا دليل حنا باغيين لقمة العيش اللي حلال ندخل على ولدي الحلال. مني بغيت نعرف علاش غيدير هكاك. تصور معايا الدريات اللي دخل الكونجي خلاهم وخرجني انا اللي قبل منهم. وحده انا من المعارف ديالو وجابها شهادات وقالت اللي بغات. وانا عمري انا بعداها انا خدامه في العشيه وهي كتخدم في الصباح. ومني كنجي في الصباح كنلقى هي مشات، كاينه السيده اخرى اللي قديمه وهي من المعارف ديالو، وكاينه وحده اخرى وواحده اخرى وواحده اخرى اللي مدخلهم غير الكونجي وخلاهم. هذا دليل. قال لك لا حنا حبسنا. ايوا حبس هذوك اللي دخلتي الكونجي، علاش غتحبسني انايا؟ اللي وحده جابه شهاده قالت لهم حقا راه سالات الكونطرا وحبسها، والكونطرا ما لا ما سالاتش عليك انت، ما لا ما سالاتش على الاخرى، وما لا ما سالاتش على الاخرى، سالات عليا غير انا. انا كنقول من هذا البنبر حتى شي راجل في الدنيا في الدنيا في العالم ما كيقبل هذا الشيء لا على امه ولا على مرته ولا على بنته، لدرجه المسؤول ديالو مكلف ليه المحامي الخاص ديالو باش يدافع عليه. عطاو عليه كفاله باش خرج. يعني انت علاش مأيد هاد السيد هذا؟ سير قلب على المنبع ديال الفساد، سير شوف داك الوكر ديال الدعارة اللي داير اشنو فيه. واحد السيد كان خدام معانا خرج بسبابه، هضر معاه على قبل ديك العيالات اللي كيجمع تماك مداحسهم، قال لي ما تبقاش تداحسهم. السيد ما رضاش وبركي غوت وطاح، وداك السيد ما بقاش في داك السبيطار حيت قال ديك كلمة الحق. كاع اللي كيقول كلمة الحق ما كيبقاش. هو اللي عنده المسؤول الكبير ديالو كيستغل النفوذ ديالو. انا عندي الله والمحكمه والقضاء كمواطنه مغربيه، انا التجأت للقضاء. ومن هذا المنبر انا كنوجه النداء ديالي للاستاذه رابحه اللي سمعت عليها قالوا السيده نزيهه تلتمس في الملف ديالي لانه باغين يدخلوا فيه ايادي خفيه والنفوذ. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، الله يخلي لك وليداتك. لما شوفي في الملف ديالي وكنطالب من رئيس المحكمة يشوف في الملف ديالي الناس النزيهين، ما يخليوش الايادي الخفية والنفوذ يدخلوا في الملف ديالي. راه مدينتنا ديال المحمدية راه باقي فيها بك صاحبي، وباقي فيها انا اشنو سميتي النسب ديالي كنستغلو، باقي فيها اصحاب النفوذ. فيما مشيتي راها عامرة عامرة بالفساد، خاصها تنقى. كنوجه من هنا في اي مسؤول عنده علاقة بمدينة المحمدية وقادر ينقيها، الله يرحم لكم الوالدين، لما حيدوا من هذوك الطغيان اللي في المحمدية. راه باقين عايشين وقت الفراعنة. للواحد ولا كيطالب على حقه كيتمرمد كيتمرمد على قبل واحد عنده النفوذ، على قبل واحد عنده النفوذ. وانا كنطالب بسيدنا يتدخل في الملف ديالي، وبسي الحموشي يتدخل في الملف ديالي. علاش؟ حيت انا امراه مطلقه، عندي الله وعندي الناس ديال المحكمه يوقفوا معايا، والناس المسؤولين يوقفوا معايا. هو اللي عنده المسؤول ديالي وقف معاه وعنده النفوذ ديالو، انا عندي الله. انا الحمد لله كمواطنه مغربيه والملك ديالي محمد السادس ما غادي تنساش حقي، ما غادي تنساش حقي. انا باغا حقي، انا باغا كرامتي ترجع كامراه. فين هما الجمعيات ديال حقوق المراه والجمعيات ديال التحرش دوا على حقهم؟ ها انا تحرشت في مقر العمل، في مقر العمل، وباقا مجرجره وباقا كندوي على حقي وباقي نسحب النفوذ، باقي تحب الموفود. علاش هو خارج غير بكفاله؟ علاش رجع للخدمه ديالو؟ علاش يرجع؟ هو متابع، علاش يرجع للخدمه ديالو؟ ما هو فرملي، ما هو طبيب، ما هو حتى شي حاجه. شاف ديال عامله النظافه. وعلى ذكر هادشي اتصلت بالشركه ديال الميناج، وجاوبني واحد السيد قلت له بغيت نهضر مع الباترون. قال لي انا مني الباترون، قولي لي اشنو عندك. عاودت لي المشكل، قلت له سميتي وكنيتي. قال لي صافي لالا كوني هانيه حنا غنحلوا المشكل. ما عقلش عليا يعني داك الخبايا بيناتهم.
واش الباترون ديال الشركه هو المسؤول ديال المستشفى؟ واش هو ما يعني مبرد قلبه؟ ما كاينش اللي دوي معاه حتى شي مسؤول. انا بغيت نعرف المسؤول ديال عامله النظافه ديال الشركه فينا هو؟ اين انت؟ فينا هو؟ بغيت نعرف فينا هو السيد. دعيت انا ويا المحكمه تحبس تحت الحراسه النظريه والمسؤول ما كاينش ديال عامله النظافه باقي رجع كاين. عمي كنطالب من وزير الصحه يجي يشوف داك المستشفى ديال المولاي عبد الله ويشوف شنو واقع ليه، لدرجه ان الكاميرا اللي في لاكاب علاش حيدها من النيابه العامه امرت بالبحث؟ علاش تحيدت؟ تحيدت بالامر من المسؤول. على هو مسؤول باش غيحيد الكاميرا؟ بين عشيه وضحاها الكاميرا تحيدات، خاصهم يجيو يشوفوا داك لاكاب اش كيوقع فيه، اشنو كيطرى. وزير الصحه كنطالب منك تجي تشوفني لهداك السبيطار، انا كمتضرره كعامله وحنا كناس كنمشيو لداك المستشفى. الا بغينا نمشيو غير المستعجلات علاش يدخلونا؟ راه مشكله في ديك الباب، واحد محلول لي راسو وسير قيدو وسير ديرو سير فعلو عطي 400 وديرهم وديرهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبنا الله ونعم الوكيل.